فرقة جديدة دخلت الساحة الأردنية أسستها وزارة الثقافة حملت اسم نايا، وهلأ طلعت لأول مرة على المسرح الأردني. ومعنا الآن وزير الثقافة معالي الوزير جري السماوي. بنرحب فيك معالي الوزير، أهلا وسهلا فيك. تحكي لنا عن هالفرقة وتحكي لنا عن فكرة هالفرقة وتأسيسكم لهالفرقة. شكرا. الفرقة يعني أجت أيضا يعني جزء من برامج وزارة الثقافة، اللي هي برامج تصل إلى كافة شرائح المجتمع. الواقع كان فكرة بتلح على الخاطر منذ زمن أن يكون هناك فرقة موسيقية خاصة بالفتيات، بالنساء العازفات. تحدثت أنا مع بعض العازفات، كنت أرى أنه عناصر العازفات في الأوركسترا الأردنية أو التخت الشرق الأردني قليلة، رغم أنه في عنا لدينا عازفات عود وعازفات كمان وقانون وإلى آخره، وأيضا مغنيات. ففكرت بالموضوع وحكيت مع بعض الصبايا، منهم رولا جرادات اللي هي يعني أدارت هذه الفرقة وأشرفت على البروفات، وبدأت الفرقة. أيضا صممنا لها زي خاص بها، إذا لاحظت يحمل الخط العربي، بعض أبيات الشعر على الثور. هدف الفرقة يعني أولا الارتقاء بالذائقة الموسيقية والمساهمة، مساهمة المرأة في الحياة الموسيقية الأردنية، لأنه في واقع الأمر المرأة كانت في تاريخنا العربي والإسلامي مساهمة فاعلة في الحياة الموسيقية الراقية وفي الغناء أيضا وفي وضع يعني حالة تأسيسية للموسيقى. أريد أن أقول هنا أنه إذا عدنا إلى تراثنا وفلكلورنا، نرى أن قسم الغناء والموسيقى في الفلكلور الأردني والعربي عموما، الفلاحي على وجه التحديد، قسم كبير منه تقوم به المرأة. يعني إذا أتى موسيقي وبحث في الموروثات وفي القوالب الموسيقية وفي المقامات الموسيقية الخاصة بالفلكلور، لوجدنا أن المؤلف الموسيقي لهذه الأنماط من الموسيقى هي المرأة. الفكرة يعني كانت اجت هيك فجأة من حضوري لإيفنت لفرقة نسائية، فخطر ببالي الموضوع. عرضنا على أكثر من جهة، اللي لقينا أكثر حدا داعم للفكرة ومشجع لإلها كان أستاذ جري السماوي معالي الوزير. قعدتهم بالمسرح، طريقة العزف تبعتهم كتير رائعة وحلوة، بلس أغاني الأصوات المغنيات كتير حلوة، والأغاني اللي منقينها كتير حلوة وقوية يعني، وأي إشي بيكون دخل بالفن العربي العريق والقديم كتير حلو. والله عرض حلو كثير، وأغاني تراثية كلها، ويعني فيها إحياء للتراث وفيها برضو يعني ثقافة، وإحنا نستمتع بهذا الإشي يعني. حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة فيا قمرا قل لي متى أنت طالع.
لقد